هذا اللقاء والحضور ديالها فيما يخص هذه الدورة اللي درتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وهذا البرنامج كيدخل في إطار الأنشطة اللي دايرها الغرفة على صعيد الجهة وعلى صعيد الأقاليم، لا في جميع القطاعات، لا في قطاع ديال الخدمات ولا في قطاع ديال التجارة ولا في قطاع الصناعة. هو التعريف الضريبي الجديد اللي غيشمل ما يسمى بالفورفي أو الجوسفي اللي كان في السنوات الفارطة، اللي جاء في هذا القانون المالية جاب واحد المجموعة الحوايج اللي هي إيجابية كتخدم مصلحة ديال التاجر، ولكن فيه بعض الثغرات وخص بعض القوانين التنظيمية اللي غاد نظمه وتوضح فيه بعض. والشيء اللي إيجابي في هذا لا سي بي او هو التغطية الصحية للمعنيين، لأن كان مشكل حقيقي مطروح على الصعيد الوطني واللي تكلم عليه عاهد البلاد الله ينصره في خطابات متعددة، وقال عنده واحد السقف سنوي سيكون هو 2022 الكل سيتمتع بالتغطية الصحية. طبيعة الحال هذا اللقاء طرحت فيه واحد المجموعة الإشكاليات في إطار الوضع الاقتصادي اللي كتعيشوا البلاد واللي كيعيشوا العالم وهي جائحة كورونا. هاد طرحوا واحد المجموعة القضايا اللي هي فيها محلية واللي عندها ارتباط بالصعيد الوطني، وكان الأخ ديال ممثل ديال وزارة المالية أو مديرية الضرائب بإقليم العرائش كان إيجابي وعطى مجموعة من التوضيحات وعطى تاب الإمكانية ديال حل بعض الإشكاليات اللي مطروحة على المهنيين. والسلام عليكم.